كل المواثيق والمعاهدات والأساتير في العالم الكل نص على أهمية الحقوق الفكرية والأدبية للمبدع بما في ذلك تبع الدستور التونسي. أنت معناها كمبدع تونسي كان بالحق تم الشيء اللي قاعد تعمل فيه وتحترم الفن بتاعك لازم تحميه، إذا كون حريص في أي إنتاج تقوم به أنك تمشي تحميه وتصرح به.